السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض لكم حالة من تقويم الأسنان وهي كلاس 2 ديفيجن 1 بروز الأسنان العليا. وهذا المراجع الأخ مازن قبل العلاج. بروز الأسنان العليا أمام الشفة السفلى والفراغات فيما بينها بشكل واضح، حيث كان البروز 9 ملم. من الجانب الثاني الرحلة الأولى العليا تلفانة إضافة إلى بروز الأسنان بشكل واضح، الفك الأعلى كله بارز إلى الأمام. والآن المنظر الأمامي نستطيع أن نقرأ الحالة الأمامية للأسنان العليا، بروز زائد فراغات وزائدا ارتفاع الأسنان السفلى إلى الجهة العلوية. المنظر الجانبي من الجانب الأيسر، المنظر العلوي للفك الأعلى، ولاحظ تلف السن الضرس الأول من جهة اليمين، الفك الأسفل ووجود الفراغات. وهذه الأشعة الشاملة بانوراما للفك. ونلاحظ الآن كيف أن سد أسنانك حبيبي. الأسنان العليا أصبحت بشكل منضبط، البروز اختفى والفراغات اختفى والأسنان بشكل معقول، والانطباق أيضا بالجهة الخلفية، وقد سحبت الأسنان إلى الأمام الفك الأعلى الأضراس بحيث سدينا الفراغ. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف شعورك يا مازن وأنت تمر بتقويم الأسنان؟ أولا يا دكتور السلام عليكم، وبغيت أشكرك على الشغلة الطيبة، وما قصرت صراحة في اتجاهي أبدا. كل خطوة أنا مشيت فيها معك أنت كنت تشرح لي شو الخطوة اللي بتعملها، شو المعدات اللي بتستعملها، فكان الشغل يعني بسيط سهل من دون آلام ومريح، والحمد لله. أهلا. شكرا. أهلا وسهلا. نتكلم باختصار عن علاج تقويم الأسنان الممتع، هذه المرآة اللي كنت تستعملها طول الوقت. واحدة من الميزات هو تسهيل المعلومات بحيث يواكب أسنانه، مثل ما شفنا تلف كبير بالأسنان بالبداية، لكن أعطيته توعية صحية من البداية ومتابعة في كل زيارة، وهو يتابعني بجميع الخطوات بالمرآة بحيث يتعلم بشكل مختصر، لأنه وظيفة الدماغ هو العلم. لذلك الآية الكريمة وقل ربي زدني علما، لما علمت عن مواصفات الأسنان ومواصفات العلاج ومتابعة العلاج بالمرآة لكل زيارة، هو صار يستمتع ويحافظ على العلاج بشكل جميل ونظافة الأسنان أكثر من الأول بكثير جدا، حتى انتهينا إلى المرحلة الأخيرة، وهذا ما يسمى بالعلاج الممتع مع برمجة الدماغ بإعطاء معلومات معينة من نفس الحالة لنفس الشخص. فإذا هو بدأ يحب نفسه ويتأمل بأن يكون بأسنان جميلة. الآن في نهاية المطاف أصبحت الأسنان تؤدي وظيفتها الطبيعية في الهضم وفي الابتسامة الجميلة والنطق. شكرا لتعاون الأخ مازن. شكرا. وأهلا وسهلا مع برنامج تقويم الأسنان الممتع، وإلى لقاء آخر. مع تحيات البروفيسور الدكتور بشير كنعان والعلاج الممتع، حيث أنه علاج نفسي زائدا علاج الأسنان المادي. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء آخر.